3 2 1 اكشن. إيه مين اللي علمك الشغلانه بالتلوسخه دي؟ خلاص 3 2 3 اكشن. ما تجيش كده ما تجيش كده محمد ما تجيش كده مع المصريين. انت تنبي ايه دخل عليهم دخله تحييهم فيها. ايوه ورينا دخلنا تحيه تم جاي دخل عليهم ده. لحظه شويه نتمشى هات لنا بس بتاع دي ناس لسه مش محضر نفسه يا جماعه. لحظه يا جماعه استنوا شويه استنوا ما وراهم حاجه قاعدين. خش بقى عليهم لحظه شويه نتمشى تاني نخش بقى عليهم نخش الدخله بتاعتي. ايوه خش الدخله لا عايزها تاني لا عايزها تاني الدخله باظت الدخله باظت. ما رجعتش كده كده تاني مره. 3 2 1 فضه اوبا. في حاجه اسمها 3 1 2 اكشن عشان ابقى متحضر. ماشي 1 2 3 اكشن. لا اوريدي اوريدي ريدي ستدي جو جو ايه جو فين؟ مفيش 1 2 3 اكشن يا ابني. خلصني يا ابني خلينا خلص الصم البتاع. ريدي يلا دينا 1 2 3 اكشن. اهلا ومرحبا بيكم اعزائنا المشاهدين معاكم اخوكم بابا المصري. النهارده تضحك يا راجل متنك. طب اكمل ازاي ما انت بتضحك بس مش بس كده. وان مور تايم وان مور تايم في رنتك الصوت يا وان مور تايم وان مور تايم ريدي ريدي ريدي. اي وان تو الصم انا من ورا انت مش شايفني مش بعمل لك كده يعني ريدي مش لازم انت تسمع صوتك اديني وان تو ثري اكشن. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين معايا وهو بقى ماشي النهارده القناه. يلا بينا نطبخ اي حاجه. بمناسبه شهر رمضان المبارك يا جماعه بحييكم. والنهارده الولد محمد شاينه قال لي انا عايز اكل كنافه. فانا النهارده بتلعب يا ابني ما تلعبش في بضانك يا ابني ما تلعبش في بضانك ما تخليني ما تشغلنيش. وان مور تايم وان مور تايم وان مور تايم في ليلتك السودا. يلا ديها ريدي خش 1 2 3 اكشن 1 3 فين التو؟ انت بتاكل كسام من التو ليه؟ اما سمعتش التو لازم 1 2 3 اكشن كده انت خليتني نط. ماشي يا بابا يلا ديها 1 2 3 اكشن. يا عمي 1 2 3 اكشن انت عملت 1 2 ووقفت جبت لي شلل في نفوخي 1 2 3 على طول. ماشي بابا 1 2 3 اكشن. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين معاكم اخوكم وهم المصري. هيعمل لكم النهارده الصينيه بتاع صينيتكم السوداء. النهارده يا جماعه بحييكم. النهارده عندنا حاجه بسيطه جدا. الولد محمد شاهين عايز يطبخ ايه؟ كنافه. فين الكنافه هنا بقى يا جماعه؟ انت مش هتروح للراجل بتاع الكنافه، انت هتروح للسوبر سوبر ماركت تقول له هات الكنافه دي. ما تملكش دعوه بالصوره. بص الكنافه اهي الكنافه اهي الكنافه اهي. فالولد محمد شاهين بقى ايه ما عندوش خبر يا عيني واخد بالك. عايز يحط الكنافه ديت في الخلاط قال عشان ايه؟ عشان يفصفصها من بعضيها عشان يعني يقطعها. عايز احطها في الخلاط. انا بقول له لا احنا بنجيب نص بتاع زبده حوالي ربع كيلو زبده. بص الزبده اهي سايحه حطها في الولا الميكروويف واخد بالك. وبعد كده تسقط بقى في الحله هوريك انا. اديها اديها زبده خلاص شايفين اهي الزبده حلوه الزبده حلوه جميله صينيه كنافه اهي الزبده حطينا الزبده. الله حطينا الزبده بتاع مش باينه. قرب البتاع دي شويه يا محمد. انت شغال ايه بس شغال اوانطه تحت النور؟ ايه ده مش قادر تتمشى؟ طب كده مش هتبان الكنافه مش هتبان. طب ارجع شويه
معلش يا جماعه معلش استحملوا، ما عنديش انا استوديوهات زي ولاد الوسخه دولت. ها العربجيه اللي عاملوا لهم استوديوهات وشغالين. المهم هنا بقى ايه حطينا البتاع زبده بسيطه، زبده ما اهي زبده اهي، واخد بالك؟ تجيب بقى الكنافه حبيبي، بص تعمل كده، بص ما تجيش ناحيتها، بص بص تتفتح ازاي، شايف الكنافه اهي؟ الكنافه اهي، اهي الكنافه اهي، شايف اهي الكنافه اهي، يلا اهي اهي الكنافه اهي 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 اهي، خلاص اهي 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 اهي. السلام عليكم ورحمه الله. اهي واخد بالك، اهي واخد بالك، اهي اهي تفتحها بقى كده اهو، واخد بالك؟ ها ها شفت ازاي؟ تقعد تفرولها كده واخد بالك زي الشعر بالظبط، هرش ها وتسيبها تسقط كده واخد بالك انت ازاي؟ ها شايف؟ تقعد بقى ايه تفتح فيها، نزلت بقى هنا تقعد بقى تشد فيها واخد كده ايه؟ تفتح فيها واخد بالك؟ اهي تفتح فيها كده واخد بالك انت ازاي؟ تفتح فيها شفت ازاي؟ اهي الكنافه اهي واخد بالك؟ ها الكنافه اهي واخد بالك انت ازاي؟ انا كده ايه؟ انا جيت بقيت اوباما شاينا، اوباما شاينا، محمد شاينا، اوباما شاينا واخد بالك انت ازاي؟ تحطها كده اهو واخد بالك. معلش احنا اللي هناكلها، طب امك انت احنا بنعمل ايه؟ حاجه بتوسخ. وبعدين تحطها كده اهو، خلاص شايف؟ تقعد تفرول تفرول فيها. ها عملت العسل؟ اتعمل خلاص ماشي، بسيطه جدا. وديت جبنه، جبنه جماعه، جبنه قريش ما فيهاش ملح، جبنه قريش ما فيهاش ملح، عديمه الطع، عديمه الملح وعديمه البتاع، ما فيهاش البتاع، ما فيهاش بتاع، ما فيهاش دهن، يعني ما فيهاش دهون، يعني ما فيهاش بتاع. جبنه ده جبنه ايه؟ جبنه قريش حلوه، جبنه القريش. في حته وقعت. المهم بقى تفكها كده، بص بقى قد ايه، بص يلا بقى قد ايه، بص تقعد بقى تفك كده واخد بالك انت ازاي؟ اهي تنزل منها كده، تنزل منها كده لغايه ما تبقى ايه؟ لغايه ما تبقى شعر. انت في نتاف؟ لا بليز يا محمد بلاش، مفيش نتف هنا، بليز بليز بليز، اللي خلينا نعمل لاصحابنا البتاع القطايف ايه دي؟ كنافيتس، كنافيتا. خلاص خلاص اهي ادي الكنافه اهي، خلاص تقعد بقى ايه؟ وتقعد تفرقها بقى واخد بالك؟ تقعد تفرقها واخد بالك؟ اهي يصبروا مع بعضيهم، اقعد بقى انت فرق بقى كده واخد بالك انت؟ ها وبعد كده تنجر رصاصهم واخد بالك؟ بسيطه جدا بسيطه جدا. حلو الكلام، حلو الكلام يا محمد شاينا، حلو الكلام، حلو الكلام، تمام يعني كده ايه؟ اهي خلاص اهي، بص اهي 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 جميله اهي، جميله اهي صح؟ جميله حلوه، حلو الكلام اهي، حلوه اهي. تيجي بقى هنا اهي، حلوه اهي الكنافه اهي، والكنافه الصف الاولاني. طب انت جايب الزبده بقى يا حبيبي، ها تديها بقى شويه زبده تطرطش كده واخد بالك؟ ها ها تقعد ايه بالفرشه كده واخد بالك، مش محتاجين زبده كتير واخد بالك، لان الكنافه ما بتشربش زبده كتير واخد بالك انت ازاي؟ ها واخد بالك، تديها 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 حلوه بقى الزبده دي بقى ايه، ما تسخن هتخلي الكنافه ايه تتحمر من تحت واخد بالك، وتمسك نفسها خلاص، تعمل نصهم كده بالظبط خلاص خلاص انت هنا اهي. تحط دي بقى كده، تجيب بقى الجبنه الحلوه. الله عليك. ها تحط دي كده عشان الناس تشوف. ها تجيب الجبنه الحلوه تقوم جاي فاركها كده واخد بالك انت ازاي، وتقطع كده حتت صغنطوطه وتقعد ترص. ها استنوا يا جماعه ما تمشوش، هتتعمل بسرعه بسرعه بقى كده عشان ايه؟ هم جاعوا واخد بالك، هيطهقوا منك. ننزلها تحت شويه. ها خلاص اهي الجبنه، اهي الجبنه، اهي الجبنه، اهي الجبنه، اهي الجبنه، اهي الجبنه، اهي خلاص الجبنه، خلاص الجبنه. حط بقى الجبنه كده واخد بالك، وفرودكه كده واخد بالك، وزع وزع واخد بالك، اديها اديها واخد بالك انت ازاي في السليم. ادي الجبنه اهي في السليم واخد بالك انت ازاي. يا سلام يا سلام على دي كنافه. افتح لك ده، افتحوا لي الله يخليك كيس تاني واخد بالك انت ازاي. ها ها حطينا الجبنه بتاعتنا حلوه، حلو الكلام، ها حطينا الجبنه. اقعدي بقى يا جبنه، اقعدي يا جبنه هنا ما تتحركيش. ها حطينا الجبنه بتاعتنا خلاص يا جماعه، خلاص شغلنا بسيطه جدا. هات يا ابني البتاع، نجيب بقى الثانيه
واخد بالك انت ازاي؟ كنافه برضو بتوصل بتيجي ازاي من العلبه؟ بتيجي اهم من العلبه اهي، واخد بالك؟ وريهم البتاع بتيجي اهي، بص واخد بالك انت ازاي؟ علبه البتاع، علبه الكنافه جايب منها بالجمبري، مش عارف ايه، في كنافه بالجمبري؟ ما فيش كنافه بالجمبري. تفتح بقى الكنافه اهي، اتفتحت اهي، واخد بالك انت ازاي؟ ها اهي، واخد بالك اهي، شفت ازاي؟ شايف ازاي؟ شايف؟ ها ها، حط دي هنا، واخد بالك انت ازاي؟ وخد بقى من هنا، واخد بالك؟ ها خد بقى ايه؟ اديها، واخد بالك؟ اقعد بقى افشخ فيها، واخد بالك انت ازاي؟ كده، واخد بالك؟ ها؟ واقعد بقى رص كده، واخد جميل 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 يا اوبا، جميل يا اوبا، ترص بقى كده، واخد بالك؟ ما فيهاش حاجة، تاخد برضو حتة تانية، واخد بالك انت ازاي؟ وتقعد ترص، تقعد ترص، تقعد ترص، تقعد ترص في السليم، تاخد تاني، تقعد ترص، تقعد ترص، تقعد ترص، حلو الكلام؟ حلو الكلام يا جماعه؟ اهو اهي، مفيش حاجه، مفيش حاجه. انت فاكر انت بتاع الكنافه بيعمل ايه يعني؟ ها؟ بيخترع الذره ولا حاجه، ويجيب كنافه من تحت وجبنه من النص، وساعات من غير جبنه، هي بس الكنافه كده وخلاص. الناس مفيش معاها فلوس لا تشتري جبنه ولا بتاع، بس احنا ايه؟ حطها جبنه عديمه ايه؟ عديمه الدسم، وايه؟ وما فيهاش ملح، واخد بالك؟ خلاص خلاص، ها طبقها بقى كده اهو. لازم تضغط عليها جامد، اه لازم تضغط عليها كده. بص واخد بالك انت ازاي؟ ايوه، ها شايف ازاي؟ ادي الكنافه اهي، حلوه حلوه يا كنافه، ها ها. ممكن بقى تجيب شويه بتاع من ده، واخد بالك؟ وترشهم فوق منها. ايه ده بقى؟ عشان نحط الزيت الابداع الاول؟ لا استنى بس شويه، بس تحط بقى شويه البتاع ده، واخد بالك انت ازاي؟ اسمه ايه؟ معرفش اسمه. ده فايدته ايه بقى؟ انه ما يخليش الكنافه تتحرق بسرعه، والله. واخد بالك؟ ويديها طعم حلو. احنا نضربهم كلهم بالمره، يلا خلاص اي كده، خلاص خلصت. حلو الكنافه، حلوه الكنافه، ما طولت، طولت عليكم انا يا جماعه. اهي ادي الكنافه اهي، بصوا يا جماعه البتاع مش باينه، محمد باينه، باينه مش باينه، باينه مش باينه في الصوره، بتاع مش باينه. تجيب بقى الزبده، واخد بالك انت؟ ما انت تشيل الكاميرا احسن، شيل الكاميرا، تعال قرب، قرب لي هنا، قرب لي هنا. لا مش هعمل الاماميه، لا لا الاماميه تعرف تعملها؟ لا لازم توقف، لا 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 ما توقفش، ما مش هينفع. بس تعالى خش من الناحيه دي، ايوه اديها، انا لو اديها، لا خش كده من الناحيه دي بس كده، ايوه اقف لحظه شويه، ايوه لحظه شويه بس، لحظه شويه بس، لحظه شويه. اه انا انا اه ما انت بتركز عليا يا محمد فوق، ها بص ركز عليا انا فوق شويه برضو، ماشي؟ يعني هات الشيف برضو شويه كده، مش شايفك. بص الزبده، بصوا الزبده اهي، اهي الزبده اهي، بص الزبده اهي، يعني حط ايدك لفوق كده، ايدك لفوق، طلع ايدك فوق، طلع ايدك فوق، ونزلها بقى من فوق كده، زاويه 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 بتاعت مقطعيه، يعني ايه؟ واخد بالك؟ اهي الزبده بقى، نزل الزبده ازاي؟ تقعد بقى ترش الزبده بقى كده على الطروف بقى، جميل، واخد بالك؟ ما تسيبش حته غير لما تديها حقها. هارش انت ازاي؟ ها شايف؟ واخد بالك؟ ونحط دي بقى في الفرن، مش هتاخد حاجه، هتاخد 10 دقايق وانت عينك عليها عشان ايه ما تحرقش، واخد بالك؟ اديها 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 اديها، قرب شويه عشان الناس تشوف تتعلم. طب ما انا عندي فكره، هات هنا اهو، تعالى هنا اهو، يلا اديها باينه كده كويسه، ها صحابنا المصريين، حبايبنا المصريين، اهي اديها بقى كده، اديها بقى كده، اديها 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 اديها، بس 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 بس، احلى كنافه في التاريخ، واخد بالك انت ازاي؟ ها دي بترجع مكانها، ودولت بقى ايه؟ يخلعوا على الزباله، بس حطوا بقى ايه؟ حطوا البتاع على، حطوا على الحماله تاني من اول وجديد، الله يخليك. وادي خلصنا، واخد بالك انت ازاي؟ ها خلاص انتهت المشكلتة كده، انا خلاص انتهت مشكلتي، خلاص بس خلاص، واخد بالك انت ازاي؟ نجيب بقى البتاعة دي، نمسح اللي هنا، واخد بالك؟ وقعنا شوية زبدة، نمسحهم بس كده، جميل. هات هات المقش، هات المقش بقى، لحظة شوية، لحظة شوية، اديها فس فس بس كده،
بس نضف محلنا فرانشيسكو وانت عارف ضف تيزي يلا ها بس كده خلاص هنا اكنس بقى شويه الكنافه اللي وقعوا دول عشان حرام ايه حرام تمشي على نعمه ربنا حرام واخد بالك حرام فكده ماشي بقى وبعد كده انت ايه بعد ما تعمل الكنافه تنضف بقى واخد بالك مش عشان تعمل كنافه واخد بالك ثم انت ايه مزروط الدنيا مش هينفع نخلي دي هنحتاجها لا مش هنحتاجها نتمشى نحط بقى الكنافه بتاعتنا اهي هنا اهو يلا يا جماعه على درجه حراره كام هي درجه حراره 200 200 درجة 170 180 ما تفرقش المهم ايه تبص عليها واخد بالك قبل ما نعمل الموضوع ده اقعد بقى فرانشيسكو هنا عملنا الشربات يا جماعه عملنا الشربات شفتوا الشربات بص الشربات يلا تعالوا اوريهم الشربات الشربات ده عباره عن ايه يا جماعه كوبايتين ميه وكوبايه سكر سكر بني ولمونة. واخد بالك وليمونه كوبايتين ميه كوبايه سكر وليمونه وعلى نار هاديه واديها وسيبهم بقى على جنب كده واخد بالك يطلع بقى ده خلاص لغايه ما يبقى يعني ايه يعني بقى ايه القوام يعني يتقل مش يتقل قوي واخد بالك انت ازاي يعني مش قوي واخد بالك عشان ايه ما تلزقش انا ما بحبش اللي العسل اللي محطوط على البتاع بيبقى تخين يلزق كده عايزه يبقى ايه نص 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 بتاع بص يعني نص كده عامل زي ايه عامل زي الشوربه واخد بالك انت ازاي فاحنا دلوقتي هنراقب البتاع لحظه شويه بس هي شغالة تسيبها تشتغل بقى براحتها تطلع من هنا تكون سخنة مولعة ودي بيكون بردت شوية تحطها كده ودي بقى تمجرشش واخد بالك انت ازاي وتسيبها بقى بعد كده تسيبها بقى تتكيس مع نفسها نص ساعة تقوم جاي مقطع بس تاخد حتة كنافة في السليم واخد بالك انت ازاي اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين النهاردة هنكلمكم في موضوع تاني عبال ما الكنافة تخلص الموضوع اللي احنا نتكلم فيه فيش اي موضوع فيش اي موضوع يا جماعه انا عندي بلوك على الفيسبوك ما بعرفش اعمل لايف ايه تاني في 500 واحد عاملين قناه باسمي مش عارف اعمل لهم اي حاجه بصراحه بس بتمنى يعني اي واحد حاطط اسمي وحاطط صورتي على القناه بتاعته يشيلها بعدين نعمل له ايه ريبورت وبعدين يقفلوا له القناه مره واحده ايه خليك زي ما انت بس شيل اسمي واخد بالك او شيل صورتي او ممكن تحط صورتي عايز تحط صورتي بس حط اسمك انت واخد بالك انت ازاي عشان الناس تفهم هي بتتكلم مع مين يعني انا الموضوع بتاع اليوتيوب دوت مش موضوع مادي بالنسبه لي واخد بالك ما دام هو موضوع مادي بالنسبه لناس كتير ها وناس جايز امثل حاجه اليه فانا ربنا يستر كل واحد وايه ضميره بقى واخد بالك انت ازاي فانا بسمح لك عشان انت ايه انت دلوقتي انت مش سارقني يعني انا سامح لك انك تستعمل فيديوهاتي بس بلاش تحط اسمي وتحط الصوره بتاعتي ماشي يا اخويا الله يخليك بعدين نعمل على امك ايه رايك في الموضوع ده نعمل عليهم ريبورت وريح نفسي لا نعمل عليهم ريبورت وريح نفسي سيبهم يسترزقوا لا طب ولا حاطط اسمي وحاطط صورتي وحاطط بتاعي لا دلوقتي تعمل ريبورت ها والعيال تخش تساله وتتكلم معاه ويتكلم باسمي وبتاع وانا شايفني عمال اتعب اهو عملنا بخلوهم على فرن الحطبيطه اللي باخد لا ابيض ولا اسود واخد بالك هم عاملين اعلانات في القنوات بتاعتهم بياخدوا بيقبضوا واخد بالك والفيديوهات بتاعتي شغاله سخونه صح ولا لا مش انت شفتها كم فيديو شغال ها 500 فيديو واخد بالك وكلهم شغالين ايه شغالين نار واخد بالك انت ازاي وكل واحد عنده سبسكرايبيتا اكتر منه كمان انا عندي 500 سبسكرايبيتا بس وفي واحد تاني عنده 15,000 و20,000 و30,000 واسمه برضه بابا المصري هو مش بابا المصري يعني انا اللي انا صاحب القناه واخد بالك ما فيش حد بيعمل عليها بيروحوا يعملوا سبسكرايبر على الناس التانيه بالذمه ده عادل محمد شاينا ما هم علشان مش لاقينا ها مش عارفين فين الاصل
ما هنا موجودة اهو يا جماعة اهو. ما هو انا حي ارزق بعمل لكم كسوم وكنافة اهو على فرن الحطبيطة. عايزين ايه تاني يا جماعة؟ بتسرقوني كل يوم وتفشخوني؟ اي واحد يا جماعة يعمل قناة باسم واحد تاني، واخد بالك انت ازاي، يعملوا ريبورت. ها؟ حاطط اسمي عليها، حاطط صورتي، يعملوا ريبورت. انما لو مش حاطط اسمي مش حاطط صورتي خلاص ماشي، ربنا يبارك لي. صح ولا لا؟ مظبوط. ما تعرفش ظروفه ايه. جايز طالب في ثانوية عامة يا عيني اهو بيعمل له 20-30 دولار، واخد بالك، والتاني بيعمل له 20-30 دولار، يجيبوا حق الكتب والمصاريف والكواتش بتاع اللي هيلعبوا بيه كورة. صح؟ صح ولا لا؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ ما اصل الناس بس انا بتمنى منهم يعني ان هم يعني الدخل اللي بياخدوه من اليوتيوب دوت النص كده يدوه لتحيا مصر. صح ولا لا؟ المفروض لان كل العمليه دي كلها اليوتيوب اشتهرنا عشان مصر. صح ولا لا؟ عشان تحيا مصر. مظبوط ولا لا؟ يعني احنا نعمل فلوس ونتكيف ونشتهر ومصر ما بتحياش؟ لا والله مش لازم نحييها. طب عملنا بتاع العسل اهو، سكر، كوبايه سكر، كوبايتين ميه، وتسيبهم يغلوا. كوبايتين الميه هيخسوا بميه كوبايه ونص، واخد بالك، تغلى عليها ميه على نار هاديه تقعد تقلب فيها. ايه خلاص، كوبايه سكر، وايه تاني؟ ها، وليمون، واعصر الليمون من غير بيز. لحد ماشي؟ لا مفيش. لحظه، الكنافه شغاله في السليم. شفت ازاي؟ على نار هاديه، بص النار في السليم اهي اهي شغال. قول ولا فرانشيسكو ما تخلص وحياه امك بقول لنا. اهلا. فانا هخليكم قاعدين معانا يا جماعه لغايه ما نشوف الكنافه، لغايه ما نشوف اخرتها. طب نولع اللمبه اللي ورا دي. جاهزه هي اللي عامله البتاع. ايه رايك؟ انا ما اعتقدش دي مؤثره. ما تاثرتش؟ لا اهي، لا لا دي نورت شويه. معقول؟ اه والله نورت شويه. فرانشيسكو ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ السبب شفت ازاي؟ فرانشيسكو تعب معانا النهارده. خلاص النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه بمناسبه شهر رمضان الكريم، واتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. لازم تعرفوا مبدا ان شهر رمضان شهر الصيام مش شهر الاكل يا جماعه، شهر الصيام مش شهر الاكل. عارفين يعني ايه؟ يعني الاصول احنا في الشهر دوت نوفر 2-3 مليار، انما انتم بتصرفوا 2-3 مليار على الفسيخ. فرشوا صرفوا 2-3 مليار على الفسيخ وربنا على الفسيخ، وطول النهار تاني يوم قعدوا يشربوا ايه؟ بيبسي كولا، وصرفوا كمان 500,000 على البيبسي كولا، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد كده تالت يوم راحوا للدكتور، صرفوا 2-3 مليار عشان البواسير. ما هو ضربوا فسيخ، البواسير بتضرب في الفسيخ بيضرب في البواسير، واخد فسيخ بقى ملح، ملح مملح، عمال تديها انت ملح، واخد ما بتاكل بتاع، واخد بالك، 3 مليار على الفسيخ. في شم النسيم، يعني انت مثلا تيجي تخد تدي للبنت حبيبتك بورد، لا اديها حزمه كرات وحته فسيخ. زي ما ده اسمه كلام، حزمه كرات وجزله بتاعت شخوره، واخد بالك، يقول لك احنا عايزين الجزله. ايه الجزله دي يا عم الحاج؟ يقول لك الراس الفسيخه، يجيبوا الراس، يجي يفتحوا بقى الراس ويفتحوا بقى الخياشيم، بشوفهم انا، ويقعدوا يغمسوا في امها كده، مش عارف بيغمسوا ايه، واخد بالك، ويطلعوا كده، واخد بالك، ويعصروا عليها ليمون، واخد بالك انت ازاي، ويغمسوا يضرب لك مثلا واحده فسيخه قد كده، يضرب لك عليها 7-8 ترغفه وثلاث اربع فحل بصل، واضرب يا عم الحاج في شم النسيم، في شم النسيم. هو ده بقى النسيم ده كده؟ في شم النسيم وربنا. ها؟ وبيعترضوا، الولد بيدي البنت ورد في عيد الحب الفالنتاين، راح لها المدرسه اديها ورد. عارف لو اداها حزمه كرات ولا حزمه فج ولا حزمه جرجير، وجنب منها مثلا ايه لفه فسيخ حلوه كده ربع كيلو حلوين، مع نص مع ليمونه، مع كام رغيف، واخد بالك، يبقى الولد رجوله. راح اداها دبدوب، هي إيه هتاكل هتعمل ايه بالدبدوب بقى؟ هتعمل بيها تلبسه مثلا؟ هتاكله وتعمله شوربه؟ مش فاهم انا وجهه النظر. ها؟ جاب لها شويه فسيخ، كان ايه؟ ايه بس شم النسيم، واخد بالك، ومرافق العيد ايه؟ عيد الفالنتاين، يعني عيد الحب. ها؟ اصرفوا، بقول لك صارفين 2 مليار على الفسيخ يلا. 2 مليار جنيه على الفسيخ، شوف دول كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يغيروا حتى كانوا يغيروا سكك الحديد. كانوا يغيروا عربيات السكك الحديد. والله. والله العظيم ثلاثة. والله وربنا 2 مليار على الفسيخ. ايه ايه شفت بقى ازاي؟ شفت انا قلت لك استوت ولا ما استوتش؟ استوت. خلاص عشان ننزل نوري حبايبنا. اهي اهي تعالى يلا.
تعالى تعالى يارا. شفت يارا؟ شفت شفت استوت ازاي؟ شفت استوت ازاي؟ ادي وريهم بقى، وريهم وريهم اهي. شاف اهي اهي. تجيب بقى ديت ها حماده، بص ها الشربات اهو، اديها بقى الشربات. الله سمع التشتشة؟ ايه ده ايه التشتشة دي؟ دي ملوخية ولا شربات؟ ايه رأيك يا جي حمادة؟ سمعين سمعين التشتشة؟ ايه رأيك؟ بس خلاص بسرعة النبي. شايف بقى الملوخية؟ شايف؟ تلعب بقى عليها ايه؟ بس كده تسيبها بقى مع نفسها كده، تاكل بقى حتة بقلاوة ها على فرن الحطبيطه. شفتوا يا جماعه خدت مننا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، واخدين بالكم ازاي؟ ورمضان كريم عليكم. وادي الكنافه ايه على فرن الحطبيطه اتعملت، مفيش مشكليته، زبده كنافه عسل سكر ليمون وديها، ما فيها حاجه، ما فيهاش مشكله، فيها مشكليته؟ لا ما فيها، ربنا ما فيها مشكليته. كل سنه وانتم طيبين.